عادة ما توجد المحركات النفاثة على المركبات الجوية، لكن يود قلة من الأشخاص الذين قاموا بتصنيع مركبات برية تعمل بالطاقة النفاثة. وما الذي تحصل عليه عند وضع محرك النفاث على سيارة رياضية؟ السيارة النفاثة هي سيارة تدفع باستخدام محرك النفاث، وتعتبر شائعة الاستخدام في سباقات الزحف بالسيارات، ويطلق عليها اسم دراكستر. اكتشف ذلك من خلال إلقاء نظرة على هذه السيارات الست المجنونة التي تعمل بواسطة محركات الطائرات. أولاً، The Rest SSC، والتي تحمل لقب أسرع مركبة على وجه الأرض بسرعة قصوى تبلغ 1229 كيلومترا في الساعة. لا تقلق، لم تقرأ الرقم خطأ، بل هو بالفعل يتعدى 1000 كيلومتر في الساعة. لطالما ارتبط عشق السيارات بسرعة، ولطالما بقي شغف السرعة غير قابل للإشباع، والتي تندرج تحت فئة المركبات فوق الصوتية النفاثة. جاءت نتائج عمل فريق ضخم من المهوسين بالسرعة في مشروع بدأه رجال الأعمال الإنجليزي ريتشارد نوبل لإنتاج مركبة نفاثة والحصول على الرقم القياسي للسرعة على الأرض. وبدأ المشروع عام 1983 لينتج بعد سنوات النسخة الأولى من المشروع والتي سميت The Rest 2، والتي وصلت سرعتها إلى 1013 كيلومتر في الساعة وحصدت رقمها القياسي الذي حلم به نوبل. إلا أنها لم تكن بعد قد أشبعت عشقه للسرعة، مما دفعه إلى العمل على هدف جديد وهو الوصول لسرعة الضوء. ثانياً، Fire Forest 3 Jet Car تعتبر أسرع سيارة نفاثة في العالم، وهي تتسارع إلى سرعة 540 كيلومترا في الساعة خلال 5.8 ثانية فقط، وهي مجهزة بمحرك قوي من نوع براد أنتي وينتي جي 60 والمأخوذ من مروحية سيكورسي سكايري، وهو المحرك يوفر قوة حوالي 10,000 حصان والسحب بقوة 2.500 كيلوغرام. ثالثا، سيارة بلود هوند SSC. وصلت سيارة بلود هوند SSC للمرحلة النهائية من التطوير قبل أن تبدأ عملية الاختبارات الرسمية على أرض الواقع، لتتمكن في عام 2017 من تسجيل رقم قياسي لا مثيل له في التاريخ. وكشف فريق بلود هوند البريطاني مؤخرا عن مواصفات وأرقام هذه السيارة الخارقة والمزودة بمحرك النفاث من صنع شركة رولز رويس المستخدم في الطائرات الحربية، بالإضافة إلى تزويد سيارة بلود هوند بصاروخ يعمل بجانب محرك V8 سعة 5 لتر مع سوبر تشارج بقوة 550 حصان من صنع جاكوار، وتستطيع الوصول إلى سرعة 1.609 كيلومتر في الساعة. رابعاً، جيت باوريد سكول بيس. عرضت صحيفة ديلي ميرل البريطانية مقطعاً مصوراً لأسرع باص في العالم الذي تجاوز سرعته 590 كيلومتراً في الساعة، وأضافت الصحيفة أن الباص الذي أطلق عليه اسم موعد المدرسة من تصميم باول ستاندر مزود بمحرك طائرة نفاثة ويحرق نحو 150 جالوناً في الوقود في كل انطلاقة له، حيث يطلق لسان من النار خلفه بطول 80 قدم تساعده على الانطلاق بسرعة المطلوبة. خامساً، بودويزر روكيت. أصبح السائق سام برايت أول شخص في العالم يسير بسرعة أسرع من الصوت على الأرض. قام بقيادة السيارة الصاروخية بدوزير بسرعة قصوى وصلت 739.666 ميل في الواحد من شوطي المسافة في روجرز دراي لاك كاليفورنيا، السرعة التي وصل إليها أقصى من سرعة الصوت، حيث يتطلب الحصول على رقم قياسي أن يكون متوسط السرعة في الاتجاهين.